شايفين يعني. انا بالنسبه لي عشان مش متمرسه شويه العمليه معقده بالنسبه لي، بس لا عادي هعملها برضو. شايفين، وبطلع بالغرزه اللي هي المفروض عملتها تاني واحده. ياي، هي ما طلعتش كلها بس ماشي مش مشكله. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنشتغل ايس كاب. الايس كاب هيكون كروشيه تونسي دائري، سهل وبسيط، ولكن محتاجين نمشي على بعض الحاجات الاساسيه واللي للاسف مش هينفع نستغنى عنها. زي ايه؟ زي الابره بتاعتي النهارده، دي اساسيه، يا اما ابره الكروشيه اللي هي الدائريه التونسي بتبقى زي دي كلها مبرومه مفيش الحته المبططه دي، وهتشوفوا ليه مهم قوي ان ما يكونش فيها الحته المبططه دي اثناء الشغل. ما قدرتيش توفري دول، هاتي الابره دي. معذره، هتتلفي الجزء السيليكون ده هتقصيه عشان تحصلي على الابره دي. انا مش عارفه اذا كان الجزء ده مبطط، اعتقد انه باين يعني، ولكن هتوفي بالغرض. دي بقت اشهر اكتر من ديت، يعني لو ما قدرتيش توفري دي هتقدري توفري دي. هنشتغل النهارده الايس كاب بتاعنا باتنين لون. اللون الاصل او الاساسي هيكون الهيمالايا افري داي. اللون ده 100% انتي بيلينج اكريليك، ولذلك انا خليته الاساس. طبعا 100 جرام 250 متر، درجه اللون 700 وبعديها 55. درجه اللون دي طوبي على فكره، يعني لو مش ظاهره معاكم. الخيط ده هو الخيط بتاعنا قرطبة، طبعا 25% صوف و 75% اكريليك. الخيط ده رقمه 63-38. من المفروض نشتغل بابرة 3.5 لـ 4.5، ولكن انا شغلي النهاردة بالابرة دي. حتى بصوا في التريكو من 4 لـ 5، ولكن انا هشتغل ابرتي النهاردة من 5 لـ 6. لو دي ابرة تونسي من المفروض ان يكون كلها كده على بعضها رقم 5، ما يكونش ده حجم وده بحجم، لان دي مش بتكون ابرة تونسي عشان نكون فاهمين. طبعا احنا شفنا الفيديو السابق وعرفنا ان الغرزة تبعي بيكون شكلها ازاي بأي رقم. يعني انا مثلا هبتدي بالرقم اصغر، هعمل 20 سلسلة، وعشان ما يحصلش معايا لخبطه، لان انا من المفروض ان انا اقفل كده او الغرزه بتاعتي، بس ممكن يحصل معايا ورق. يعني انتوا عارفين الحركه دي بتحصل معانا ازاي، فيفضل دايما ان احنا نشتغل اول صف وبعدين نبتدي نثبت كل حاجه مع بعضها، ده للضمان يعني، وعشان ما نقعدش نعيد ونزيد على الفاضي. لكن انت لو بتقدري تظبطي السلسله دي من اول مره اتس اوكي. طبعا من دار السلسلة وببتدي ان انا اشتغل زي ما انتوا شايفين كده، وده بيكون اسهل عشان يديني حواف نظيفة بالنسبة للايس كاب اللي هتشوفوه بعدين. ارتفع سلسلة وهنسحب كل اتنين مع بعض. في بقى حاجة، زي ما انتوا شايفين انا لما باجي اسحب سحبت بنفس اللون. ده بقى الاختلاف المرة دي، ان انا مش هسحب بنفس اللون. هسحب بقى بانهي لون؟ هسحب باللون المخالف اللي هو مفروض هيكون خلفية، زي ما انتوا شايفين كده. برتفع بقى السلسلة اللي انا عايزاها وبسحب بالطريقة دي اللون التاني. بدأتوا تحبوا الالوان صح؟ اوكي، دلوقتي بقى هعمل ايه؟ وقبل ما ابدا الغرزه تحديدا هبتدي ان انا اروح كده على اول سلسله وهقفل الصف بتاعي بمنزلقه، وده كده يعتبر اول صف، وزي ما انتم شايفين البدايات مفتوحه. دلوقتي بقى هيبتدي معايا الشغل الدائري، وبكل بساطه انا هشتغل غرزه نسيج. تقدري تشتغلي غرزه عدله، غرزه كليه، غرزه شبكه حتى، ولكن انا المره دي هشتغل غرزه نسيج. اول حاجه باخد الاثنين مع بعض واسحب. ايه ده، هو مفيش اختلاف؟ لا مفيش اختلاف. لف على الابره اثنين وبسحب. من المفروض بقى ان انا اقول لك وهكذا ونهايه الصف، لكن المره دي مفيش نهايه صف. ازاي يعني؟ حالا هتفهمي. انا دلوقتي مش هقدر الف تاني، انتوا شايفين، عشان اخد غرز جديده. فبعمل ايه؟ بكل بساطه شايفين بلف شغلي كده وبروح على الخيط اللي هو باللون البني، بروح بقى ايه اسحب كل اتنين مع بعض. طبعا في تركايه لازم تعرفيها، ان انتي لما بتيجي تسحبي بتسحبي من على الظهر، لكن الوش موجود الجانب ده. فانا لما باجي اسحب بسحب
الاول من المفروض يعني الغرز اللي انتي اخدتيها في الاول. شايفين هنا الغرزة معمولة على دي اللي هي اهي. لو جيتي طيب سحبت غلط، المفروض ايه اللي يحصل معايا؟ المفروض ان القدام ده هيكون كروس. ازاي؟ اهو شايفة، اوضحها لك اكتر. اهي لما اجي اقلب كده شايفة الغرز اللي جاية هتكون هي معمولة سلفا، وده مش صح، فاهماني؟ فلما باجي اسحب، هرجع لك تاني، لما اجي اسحب بسحب اللي هي طويلة الاول اللي هي دي. بصي بالابرة كده بحود واخدها، تمام، وبعدين اخد اللي بعدها، اخر حاجة اهي، وبعدين برضو لفة وكل اتنين مع بعض. شايفة هنا دي البداية على فكرة، بس خلاص معدتش موجودة كده. واسحب من الجانب التاني، طبعا بسحب من الظهر وباخد من الوش بالشكل ده. زي ما احنا قلنا القريبة دي ملناش دعوة بيها، اروح الاول اخد البعيدة كده وبعدين القريبة، البعيدة الاول وبعدين القريبة. هنا شايفين ان في واحدة بس، انا اشتغلت عدد زوجي ولكن مش ظاهر معايا. طبعا بعد دي انا من المفروض ان بلف لفة على الابرة وبرضو باخد اتنين مع بعض، فانا هلف لفة على الابرة وهاخد دي بس لفة على الابرة وهاخد بقى كل اتنين بعاد عن بعض. اعمل ايه بقى بما ان الغرز زادت ومش هينفع احود؟ اهو وارجع اسحب غرز جديدة. طيب هو انا كده هفضل اخد كل اتنين ومفيش اي تريكات تانية؟ لا مفيش اي تريكات تانية، لان انتي ببساطة كان معاكي هنا واحدة، انتي لما لفيتي لفة على الابرة واخدتيها هي بس، هي دي العدد الفردي اللي طلع معاكي. بعدين خلاص مش هتلاقي اي حاجة غير كل حاجتين بعاد عن بعض كذا لحد ما بتخلصي الايس كاب بتاعك. وزي ما انت شايفة اللون شكله تحفة، الظل بتاعه بني، الشكل من فوق هو اللي بارز باللون الابيض. ويلا بينا نشوف الايس كاب بتاعنا شكله عامل ازاي. طبعا شكله حلو كده، جربت الوان تانية مع اللون ده ولكن اللون ده هو اكتر لون لا معاها، جربتها مع النبيتي شكلها ما كانش يعني واو، فقررت خلاص نستسلم واستخدم اللون ده. اللون ده بما انه خلفية مش هيأثر قوي معايا في الشكل، ولكن هيديني شكل حلو وبسيط. المطة اللي بتحصل فيه او الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الفيديوهات السابقة مش هتلاقوها فيه، هتلاقوه يعني بس مجرد خلفية. وزي ما انتم شايفين انا وريتكم الظهر في البداية شكله عامل ازاي، كأنها قطعة مهير من الظهر، ومن قدام خيط عادي انتي بيلينج مش هيأثر معايا في اي حاجة. قلقانة من يكون معاك خيط زي ده ممكن يمط منك او يوبر او اي حاجة من الحاجات دي، هو عامة مش الخيط الاساس ده، خيط سنيد كالون. ممكن تجيبي اتنين من نفس البقرة ولكن يكون كل واحدة لون مختلف، او تجيبي عشان تشتغلي ويكون كلها نفس اللون يكون دائري مثلا، هاتي لونين بنفس الشكل. اوكي طبعا هو مش هيصرف معانا قوي كايس كاب، ولكن يعني حتى لو معاكي بكره وانتي عاملاه البنوته ولا حاجه صغننه، يعني ابتدي ان انتي لفي البكره على نصين عشان تقدري تشتغلي وتسحبي في نفس اللحظه. انا ابتديت بكام سلسله؟ ابتديت بحوالي 106 سلسله، ده ايس كاب للكبار. ممكن جدا انتي ما تعمليش بلاسيه، ممكن تعملي له بلاسيه لو انتي عايزه، يعني المسألة حرة جدا. وتقدر زي ما انت شايفة طبعا بما ان هنا بقى الحجم ضخم فالشغل هيكون اريح شوية، مش هيكون على الضيق قوي كده. زي ما انت شايفة عندها بس عدد 20 سلسلة، لكن طبعا عدد 106 سلسلة مش قليل. لو عايزاه على طفلة ممكن تشتغلي عدد 90 سلسلة او 60 سلسلة لو طفلة اصغر، يعني الاخر والاول على حسب قطر الراس. وزي ما انتوا عارفين بنعمل عدد سلاسل معين ونبتدي نقيسه على الراس. طبعا كده احنا بنكون حددنا القطر اللي احنا عايزينه، وبنزود كمان من 5 لـ10 سلاسل على حسب مطة الخيط. يعني لو الخيط اللي زي ده زودي 5 سلاسل بس، لو خيط زي ده زودي 10، لان الخيط ده بيمط اكتر من ده. انا طبعا شغالة برضو بنفس الابرة 5 و6. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا حابة اسحب، بصوا زحت ازاي، وهبتدي اقلب الايس معايا واسحب منين؟ ايوة من هنا. بصوا لو سحبت دي الاول مش هتكون صح، هتعمل معايا هنا شايفين على طول عملت هنا اكس، طبعا ده مش صح. فبروح بصوا بتجاوز الغرزة دي، تمام، فبتروح داخلة على طول الغرزة التانية، والغرزة دي باخدها عادي اهو شايفين، يعتبر ببعد دي كده اهو، فبتروح داخلة الغرزة اللي هي مفروض ان هي بتكون من قدام هنا لفة على الابرة، فاهماني؟
طبعا ايه اللي فارق معانا الابره دي عن الابره دي؟ الابره دي شويه مزعجه في حاجه، ايه هي؟ انه حجم الابره نفسه صغير وقصير نسبه لان انا اقدر اخد كميه غرز وتقفل معايا زي ما قفلت هنا كده، لدرجه ان ما خلاص ما فيش دوران تاني. ده مش هيكون موجود معاكي في الحجم الضخم مع ابره زي دي، عشان الابره نفسها مش طويله بكفايه زي ما انتم شايفين، طولها محدود قوي. طبعا ابره التونسي حتى لو قصيره يعني اقل القصر ليها هيكون مثلا كده، يعني يكون ابرتين دول اهو اخرها مثلا هتكون هنا، وبرده مش قصيره قوي يعني حوالي مثلا يعني نقدر نقول 25 سنتي، فمش هيكون يعني قصيره قوي زي ما انت متوقعه، لا بالعكس زي ما انت شايفه كده. دلوقتي بقى شايفه عشان اعمل لو الجزء ده هنا مدور هتكون الحركه بتاعتي سهله، شايفه الحركه شويه بيبقى فيها ايه، الغرزه بتفتح مني وانا شغاله، أثناء السحب كمان بتكون مزعجة شوية لأن الجزء اللي في النص مبطط مش مدور، وآجي على الجنب التاني بصي زي ما انت شايفة أنا ساندة ازاي. ده بيتم من معاكي في الإبرة العادية دي أو الإبرة التونسي الاتنين واحد زي ما انت شايفة كده، بسحب كل اتنين مع بعض، والطريقة أهو بسحب، بعرف إن هي طويلة من هنا شايفة، فبسحب الأول دي تمام وبعدين باخد القصيرة كده، مش هيظهر معايا اختلاف في الغرز، هعمل اختلاف مقصود اهو وارجع اكمل. شايفين بقى هنا مع الاختلاف المقصود ده، ما عايزه اوريكي الاول، شايفه الغرز عملت منك ازاي؟ طبعا دي بيكون عذاب رسمي لان شايفه الغرزه بتكون خلاص هي اكس، ما انت تيجي تاخدي ممكن تتلخبطي او ممكن تاخديها بس بيكون الشكل يعني عارفه مضموم قوي، وده مش بيكون ليه لازمة، فهماني؟ يكون شكله مش حلو في النهاية، فيفضل ان انتي لما تيجي تشتغلي كل حاجة على اساسها. طيب اثناء شغلي مفيش ارتفاعات سلاسل، مفيش اي تركات تانية غير التركات دي اكيد لا، ولا اي حاجة، بتفضلي شغالة كده غرز زي ما انت شايفة كده لفة على ابرة وبتاخدي كل اتنين مع بعض، ومن الجانب التاني بتبتدي على طول تزقي الخيط تقلبي على الظهر وتسحبي من الظهر الغرز بتاعتك باللون المخالف وبس خلاص. يعني هي دي فكرة الايس كاب بتاعنا النهاردة. هبتدي ان انا اخلص الايس كاب بتاعي زي ما انتوا شايفين الابرة بتاعتي ما بتتحررش من الشغل الا مع نهاية الغرز تماما، اخلص الكمية بتاع الايس كاب للطول اللي انا عاوزاه ونرجع تاني مع بعض نشتغل شوية صغيرين ونقفل الايس كاب ده مع بعض. مزيج الالوان على قد ما هو يمكن في الحقيقه باين ان هو مش واو قوي، ولكن مع الايس كاب ومزيج الالوان بقى لما دخل وبقى خيوط وتعشق، شوفوا شكله جميل ازاي، مميز قوي، مفيش اي علامات تقفيل ولا في اي حاجه تخلينا نحس ان المنظر بتاع الايس كاب مش متماسك او شكله مش مظبوط او كده، ولا في اي علامه تقفيل. التقفيل في الايس كاب ده شيء عادي جدا، ولكن في ناس مش بتحبها، بتحب الايس كاب يكون راوند يعني دائري كده وما يكونش فيه تفاصيل تقفيل نهائي، ودي طبعا بتبقى حاجه برضو مميزه جدا، وده كان الهدف اساسا من عمايل الايس كاب ده. تعالوا دلوقتي اوريكم قبل ما نقفل الطريقه كلها بتتم ازاي. بصوا انا يميني هو الخيط ده وشمالي هو الخيط ده، اتجاه الشمال هو الخيط ده واتجاه اليمين الخيط، لفه كده على الابره لقدام وبسحب كده كل اتنين مع بعض لفه وبسحب. طبعا احنا عارفين الغرزه من قبل، ولكن في الدائري شويه في ناس هتحس ان في اختلافات او كده، ولكن زي ما انتم شايفين لفه على الابره وبفضل شغاله لحد امتى يعني لازم اخد الراوند كله؟ اكيد لا، لحد ما بتستوعب معايا الابره، برجع بعدين عشان خلاص الابره مثلا اتملت مني، طبعا بملها اكتر من كده للامانه، بلف الشغل ازاي كده، يعني بخلي الظهر ناحيتي بالخيط الرمادي، بسحب بالخيط اللي لونه طوبي ده او درجات الاورنج، ببتدي ان انا اخد على الابره، واحد بسحب بيه تاني باخد منه على الابره، بسحب بالشكل ده كده، ولما باجي اسحب شايفين الجزء ده في واحده منهم اهي، هي دي اللي انا بسحبها الاول، القصيره دي مش بسحبها الاول. لو جينا بصينا دلوقتي انا سحبتها عكس زي ما انا قلتلك كده، بصي من المفروض ان الغرز تكون كده، الغرزه بتاع النسيج تكون مفتوحه كده طالما الصف مش منتهي، لكن بصي انت لما سحبتي عكس عملتي ايه؟ قفلتي الغرزه. لما تيجي تشتغلي بقى الراوند اللي بعده هتبصي تلاقي دي متجمعه سلفا،
هيبقى شكلها بايخ جدا لو الايس كاب كله مش بنفس الاسلوب، هيبقى فيه حاجة معاكي مش مظبوطة، او هتحسي ان الغرز فيها تكتيلة اكتر من ان هي تكون متجمعة كده ومدياني الشكل الهندسي اللي انت شايفاه ده. فيفضل دايما انت لما تيجي تسحبي تعكسي، يعني تسحبي اللفة الاول وبعدين الجزء اللي هو القصير. لو عملتي العكس زي ما انت شايفه، فلازم الاول اعمل اللفة الطويلة وبعدين، ولو سحبتي عكس ذلك هتلاقي الغرزة من جوه ليها منظر مختلف خالص عن المنظر المزجزج اللي انت شايفاه ده، فمش هتقدري تلبسي برضو الايس كاب ده دبل فيس. وبعدين احنا اساسا بنلف لف على الابرة الاول وبعدين بنجمع الغرزة، فما ينفعش برضو ناخد تجميع الغرزة قبل اللف على الابرة. باخد الاول اللفة اللي هي على الابرة عشان اريح دماغي. بصي بخطاف الابرة اهو، تمام. وبعدين طبعا بيكونوا خلاص الاتنين دول قصاد بعض بسهولة اهو، يبقى كده واعمل كده اوكي وارجع اسحب الاتنين. عندي صعوبة في موضوع ان انا اسحب الطويلة الاول، بعمل كده وباخد دي كده واروح حطها على الابرة وبرجع اسحب القصيرة. طبعا انا بسهل عليكي شوية فكرة ان انتي تاخدي دي وتروحي حطاها، عشان دي طبعا هتبقى مزعجة قوي بالذات لو انتي ما عندكيش ضوافر. غرزة سهلة جدا وبتبقى احلى واحلى، وهي دائري كمان. طبعا هي جميلة قوي في الكوفيات، وانتوا شفتوها في الكوفية اللي هي موجودة دلوقتي قدامكم على الشاشة، وشفتوها طبعا في كوفية تانية، وشفتوها في حاجات مختلفة كتير، ولكن ولا مرة شفتوها دائري وملونة كمان. زي ما انت شايفة انا مليت الابرة، طبعا انا زي ما قلتلك بملاها اكتر من ذلك، ولكن بس للتوضيح والتصوير بخليها يعني ايه خفيفة. وطبعا لو الابرة بتكون طويلة وهي مخصصة اساسا للتونسي، فانت بتاخدي مثلا نص الراوند على طول بدون ما توجعي دماغك يعني، وتاخدي حتة حتة صغيرة كده بالطريقة دي، شايفة؟ مع الوقت والممارسة بتتعودي ان انت تتجوزي الغرزة الصغيرة دي بسهولة اهو. بصي بتروح الغرزة اللي هي الصغيرة طالعة معاكي بسهولة اهو، شايفين بتجوزها ازاي اهو واسعه. زي ما انتم شايفين انا كده خلصت الايس كاب بتاعي. الطول ده قد ايه تحديدا؟ الطول ده حوالي 21 سنتي، اوكي. يعني انا دخلت حاليا في 22 سنتي، تمام. وطبعا بتاكد من جميع الجوانب انه 22 سنتي، لان ده راوند او شغل دائري، يعني وارد ان هو يكون مش قد بعضه. بوصل بالراوند بتاعي لحد ال 22 سنتي من كل الجهات، هو بس ان انا بشتغل يعني لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عاوزاه. طيب قد ايه بالظبط الطول المفروض يكون؟ من المفروض ان انتي تحدديه على حسب الشيب او الشكل اللي انتي عايزاه ده في الحقيقة، ولكن برضو في حاجات بتكون عامة نوعا ما. يعني بالنسبة لنا احنا ككبار ممكن جدا انه اعمله من 21 سنتي لحد 25 سنتي، ده بالكتير. ولكن لو عاوزاه اوفر عن كده هعمله مثلا 27 سنتي ل 30 سنتي، ده انا لو عاوزاه طويل قوي واوفر قوي، وده يعني نادر لما بيحصل. المقاس المقبول نوعا ما هو من 22 سنتي او 21 سنتي ل 25 سنتي، بعد كده هيكون شوية اوفر، فاهميني؟ فده الطول اللي انا وصلت له. هنقفل بقى ازاي وايه الطريقة؟ ده اللي هنشتغله حالا. كل اللي احنا هنعمله برضو هنقفل على فكرة بنفس اللونين، بلف لفة على الابرة وباخد الاتنين مع بعض، لفة والاتنين مع بعض، بفضل كده لحد الابرة بتاعتي ما تتملي. من ورا بقى بعمل ايه هقول لك حالا. بجيب اللون الغامق. في الاول كنت بسحب هي الطويلة وبعدين القصيرة، ولكن المرة دي في اختلاف، اني هسحب كده على فتلة واحدة، شايفين الرمادي؟ وطبعا مش عايزين نشد عشان ممكن جدا واحنا بعد ما نعمل كل الحركات دي الخيط يتقطع مننا، وساعتها يعني هيضايقنا جدا، فبالراحة خالص كده، بالذات انه الخيط الرمادي شوية خشن ورفيع، يعني اعتقد انه هيكون سهل شوية انه يقطع بسرعة مننا. برضه هسيب اتنين عشان اقدر استكمل باقي الصف بدون ما يكون في ازعاج ليا. اسهل ايس كاب ممكن تعمليه، مفيش علامات تقفيل، مفيش طريقة تقفيل صعبة، يعني تقريبا ماشيين بنفس الطريقة من ساعة ما بدأنا الايس كاب، مفيش اسهل من كده. طبعا بحس احيانا ان الخيط شد قوي فبروح على الرمادي وريح
ايدي اكتر. احيانا بيبقى يعني شوية رخم، بسحب كده الخيط اللي هو ممكن يكون مضيق معايا كده. انا ريحت الايس كاب لحد ما ابتدي اخلص الشغل بتاعي. زي ما انتوا شايفين الغرز مضمومة، الشكل ده مضموم، وفي الوقت نفسه ادي الفتلة المضمومة عليها. ووصلنا لاخر حاجة في الراوند بتاعنا. طبعا خليكوا مركزين، شايفين هنا الخيط بدأ من الجزء ده، فلسه عندي لفة على الإبرة، ودول آخر حاجة بتكون الشكل بتاعي. وخلاص بقى هبتدي أسحب من الخيط الرمادي، وزي ما انتوا شايفين أنا عاملاه ازاي بحيث انه يبقى السحب بتاعي أسهل ما يكون. تمام، دلوقتي هقطع الخيط أنهي. أيوة ده، لأن ده كده خلاص هو هيقعد معايا، وفي الوقت نفسه شايفين اقطع فين؟ اقطع من هنا. دلوقتي هعمل ايه؟ هبتدي بقى اسحب وعشق. هدخل الاول دي هنا عشان ما تطلعش مني. طبعا التدقيق كله على الخيط الرمادي، بس زي ما قلنا خليكي حريصة جدا وانتي بتشديه. طبعا لسه فيه فتحة كبيرة، هبتدي بقى ايه؟ اضيق واسحب، اضيق واسحب كده. هبتدي بقى اربط دي في دي حوالي مرتين كده. طبعا الرباط ده مش هيبان، بصوا عايزه اوريكم الايس كاب على الظهر او الوجه التاني. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله مختلف جدا، وكانه نوع تاني ولون تاني وتفصيله تانية، وهو هو نفس الايس كاب وكل حاجه. تعالوا شوفوه على الجانب اللي هو الوش. ترى شايفين شكله عامل ازاي؟ دلوقتي انا عايزه اضيف له شويه كده شكل وتفصيله عشان احس يعني ان هو ايس كاب وشكله منمق وكده. اضيف له بلسي، واحتمال اضيف له كره بونبون فوق من هنا عشان يعني شويه يكون شكله كيوت، لانه بنويتي يعني الحركات دي. وعايزه اوريكم حاجه، زي ما انتم شايفين الخيط ده من الخيط ده، الخيط ده يعني ما تهلكش منه كتير لانه فعليا هو اللون اللي هو خلفيه، لكن اللون اللي هو الاصل هو اللي يعني اغلبه بيخلص. وزي ما انتم عارفين ايس كاب احيانا بالنسبه للكبار يعني هي بكره وربع، بكره ونص، على حسب الغرزه والتفصيله. دلوقتي هنيجي مع بعض نشتغل بالسي بتاع الايس كاب. هستخدم ابر رقم 5، وزي ما قلنا البوز هو اهم حاجة، لانه بالنسبة لابر كتير احيانا البوز بتاع الابرة يبقى مكتوب عليها رقم، وفعليا هي بتديني تأثير رقم تاني خالص. هتطلع معكم رقم 2 أو 3 بالنسبة للابر التانية. وحاجة بسيطة جدا، بما اننا اشتغلنا الايس كاب بتاعنا على ظهر السلسلة ساعة ما كنا بنبدأه، فهيبقى سهل معنا جدا ان احنا نبدأ بالسي. وفعليا مش هبدأ باللون التاني، لان اللون التاني شوية شكله مش هيكون حلو كبلسي. هسحب وارتفع سلسلة، دي اول غرزة معايا عشان تبتدي تعمل عقدة، ولكن هكبر شوية الخيط اللي مفروض يتساب عشان التنظيف يكون داخلي قوي ومش ما يبانش معايا حتى بعد الاستعمال. البواقي اللي هي بتاع البدايات هاخدها معايا كده وانا شغالة. شايفين ارتفاع سلسلتين، لف على الابرة وبدخل على طول بقى في كل سلسلة واعمل غرزة عمود بلفة. طبعا هنشتغله بلسي عادي، ممكن جدا نشتغله بلسي تونسي، ولكن مش عايزة صعب الامور. طبعا فكرة ان انت تاخدي الفتل من هنا من ورا اثناء الشغل معاكي بتهون اكتر. لو تونسي انت عارفة كويس انه مش هينفع تاخدي الفتل الزيادة، فبتسيبيها عشان تتنظف بإبرة التنظيف، ولكن في الكروشيه العادي بيبقى سهل شوية ان احنا ندمجها مع الشغل، فمش بنحس بالموضوع بتاع التنظيف ده كتير. يعني بروح على اول عمود عملته وبدخل في السلسلة واعمل منزلقة، ارتفع سلسلة والتانية، لف على الابرة وهعمل 2 بريد امامي، العمود كله بيبقى اهو، اسحب واسحب 2 في 2، بريد الخلفي بيبقى لف على الابرة اهو، بدخل بابرتي من هنا، ادي العمود كله، بطلع من الجانب التاني بيكون معايا العمود كله على الابرة كده، بسحب واطلع من 2 و2. زي ما انتم شايفين ده البلاسي اللي انا عملته، والنتيجة صراحة يعني غير مرضية بالمرة بالنسبة لي. فهعمل حيلة مش عارفة هتنجح ولا لأ، ولكن زي ما انتم عارفين متعودين مع بعض ان احنا نجرب ونقول الاخطاء لو حصل اخطاء
او الحاجات اللي هي تسهل الشغل علينا. فهعمل حركة مجنونة، وان انا هستخدم التريكو مع كروشيه التونسي المرة دي، مش الكروشيه العادي، مع كروشيه التونسي ولكن تريكو المرة دي مع الكروشيه التونسي. حركة مجنونة شوية ولكن استحملوني. انا هستخدم الابرة دي، الابرة دي مقاس 4.5 زي ما انتم شايفين شكلها، وهنعمل البليسيه قص بالتريكو. كل انا هعمله هفك القطعة بتاعة البليسيه ده، هجيب الخيط، والمرة دي هاخد طرف السلسلة اللي ناحيتي انا، مش هاخد السلسلة كلها. وطبعا باخد السلسلة كاملة، مش هاخد الطرف زي ما كنت بعمل، عشان الشكل النهائي ما طلعش شكله ظريف، فهاخد السلسلة كاملة كده مش هاخد طرف بس. كل انا بقى عايز اعمله دلوقتي قبل ما ابدا اي حاجه هو ان انا اعد الغرز دي، لان انا هستخدم 2 غرزه عدله 2 غرزه مقلوبه، وطبعا بنتكلم على التريكو مش كروشيه عادي. فعايزه اعرف اذا كانت الاعداد دي كلها زوجيه او فرديه، عشان لما اجي اشتغل مش هينفع ان انا افك. فعاوزه قبل ما ابدا اعد كل الغرز دي الاول، وده ضمان عليا وتسهيل عليا فيما بعد ان انا اقعد افك كل ده تاني وارجع اعمل بلاسيه من اول وجديد، بالذات الناس المبتدئه اللي زي حالاتي. قد ايه عدد الغرز دي واشوف اذا كانت هي زوجيه او فرديه، وعلى طول نبتدي الغرزه بتاعتنا مع بعض، 2 عدل و2 مقلوب ولكن تريكو. مقاس السلك ده مش قد الايس كاب تحديدا، فانا هعمل حاجه اسمها الدايره السحريه، هو ان انا باخد جزء من السلك كده وابتدي اسحبه على اساس ان الابر بتاعتي زي ما انتم شايفين كده تكون متلاقيه، والموضوع معايا يكون سهل وبسيط. اول غرزه اهو شايفين بدخل ازاي، الخيط طبعا لسه ورا لانها غرزه عدله، بعمل كده بالخيط، اوكي، بدخل دي، شايفين الخيط بيطلع منين، من الجنب التاني، اسيب الغرزة اللي عملتها من على الابرة الشمال اتجاهي كده، الف الخيط كده بصباعي اهو، بسند الخيط تمام، وبحاول اطلعه من الجانب التاني واسحب. دي غرزة عدلة. ولو عاوزين تعلموا الغرز على اساس يعني انها بداية الصف وكده اهو، بحيث تميزوا ان دي كانت اول غرزة معاكم. الغرزة المقلوبة الخيط بيبقى لقدام، اللي هو ده اللي انا بسحب منه بيكون لقدام، اتجاهي بقى وانا داخلة بالابرة بيكون كده، شايفين الخيط ده اهو، شايفين بيتلف ازاي، وبزق الابرة دي واطلع بالخيط، فبيبقى الخيط معايا اهو، بطلع الغرز من على الابرة التانية، وزي ما انتم شايفين اتكون معايا اول غرزة مقلوبة زي ما انتم شايفين اهو. الخيط بجيبه كده وبحاول، طبعا بكون ماسكة الخيط في الحقيقة، ولما باجي اطلع بيكون في سهولة اكتر، وبعدين بطلع الخيط من على الابرة الشمال، الخيط بقى بيكون ورا اثناء الغرزة العدلة، بعمل كده تمام في الغرزة المقلوبة، لكن كده في الغرزة العدلة، اوكي، بلف الخيط واسحب وانزل من على الابرة التانية، شايفين الف الخيط لقدام، طالما الغرزة مقلوبة بدخل كده برضو طالما الغرزة مقلوبة بالطريقة دي، وبطلع الخيط وانزله من على الابرة التانية. ترى زي ما انتم شايفين النتيجة بقت عاملة ازاي، وياريت ياريت لو كانت الابرة كمان اصغر من كده شوية، او ان انا دمجت الخيط هيكون الجزء ده سميك وشديد كده وشكله استك بجد، ولكن انا حباه يكون برضو بالرفع ده، اولا لان البلاسيه هيكون طويل وانا هتنيه، ثانيا لان سمك الايس كاب نفسه مش بالضخامة اللي انا مفروض اعمل بيها ضخامة البلاسيه ده، لذلك انا اعتمدت انه يكون رفيع عشان سمك الايس كاب نفسه معقول، وفي الوقت نفسه عشان انا هتنيه مرة كمان، فالسمك اللي انا بدور عليه هلاقيه لما اخلص البلاسيه ده.
تركية بس بعملها ولازم ادقق عليها معاكم مرة تانية، ان انا لما بخلص الراوند وطبعا بيكون الابرة مش ماشية معايا لان هي اكبر من اللازم، ببتدي ان انا اسحب الابرة واروح سحبة شوية كويسين كده من الابرة من السلك بتاعها واروح مطلعاه وابتدي اكمل الراوند بتاعي عادي. دي حاجة لازم تعرفوها وكل شوية بنعملها. تمام، دلوقتي زي ما انتوا عارفين الخيط لما بيكون قدام الغرزة بتكون مقلوبة، الخيط لما بيكون ورا الغرزة بتكون عدلة. دي حاجة لازم تكون عارفينها. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا دخلت ازاي، دخلت كده الف الخيط كده ارجعه لورا ونزل دي من على الابرة، بقت غرزة مقلوبة. ارجع زي ما انتوا شايفين شكلها بقى عامل ازاي. كل اللي انا بعمله ما اختلفش كتير، بجيب الخيط لقدام وانا بعمل غرزة مقلوبة والخيط بجيبه كده بروح زي حاه لبرا ومطلع اللي على الابرة الشمال. مرة كمان بصوا بدخل ازاي من هنا، الخيط اهو بلفه كده وارجع بيه لورا بتكون لي غرزة مقلوبة. الغرزة العدلة برجع انا الخيط لورا، بصوا حركة ايدي راحت فين كده عكس، بلف الخيط على الابرة واروح طالعة بيه. شايفين وقت ما الابرة بتكون اطول من اللازم بمسك كده واروح مطلعاها من جانب بعيد بالشكل ده كسلكة. طبعا اهو شايفين الخيط زي ما هو، الابرة هي اهي بتتحرك وبزق الابرة بتاعتي وبريح بقى ايدي خالص اهو عشان ارجع اكمل عادي. بجيب الخيط لقدام كده لما اكون هعمل غرزة عدلة، بدخل كده احط كده على الابرة واطلع بيه لناحيتي. غرزة مقلوبة بجيب الخيط لقدامي، قدامي اهو الخيط اللي انا بسحب منه، ادخل الخيط الابرة بتاعتي دي كده. تمام، الخيط اهو بلفه كده على الابرة واطلع بيه بالطريقة دي كده لبرة وانزل اللي على الابرة الشمال. بالنسبة لي انا كده استكفيت على الطول ده والزيادة كمان، لان البلاسيه بالطول ده عشان هيتني، فانا خلاص كده خلصت وعايزة بقى اقفل. وعايزة اقول لكم حاجة كانت كوميديا جدا، انا ما كنتش اعرف ازاي اقفلها لحد ما وصلت للمرحلة دي. فمش دايما لازم نحط عقبات لحالنا عشان نقدر نعمل الشيء ده ونقول ان هو صعب او مستحيل، اعملي الحاجة ودوري على الخطوة اللي بعدها لما توصل لها. اوكي، زي ما انتوا شايفين انا زي ما وريتكم بشتغل غرزة مقلوبة بالشكل ده اهو وغرزة مقلوبة اهو. اوكي، دلوقتي انا عايزة اقفل فهعمل ايه؟ هاخد الغرزة المقلوبة الاولانية اللي انا عملتها، طبعا دي لانها اول واحدة، شايفين يعني انا بالنسبة لي عشان مش متمرسة شوية العملية معقدة بالنسبة لي، بس لا عادي هعملها برضو. شايفين وبطلع بالغرزة اللي هي مفروض عملتها تاني واحدة. ياي هي ما طلعتش كلها بس مش مشكله اهو. اوكي كده اول غرزه خلصتها، شايفين غرزه عدله اهو، وهروح برضو اطلع من المقلوبه دي. شايفين بصوا انا وصلت للدرجه دي انه هاخد دي واطلع بيها كده. الفراغ الضخم ده على فكرة هو فراغ الغرز اللي انا قفلتها. طبعا برجع الخيط لورا عشان اقدر اتحكم في الغرزة اللي انا هسحبها ويعتبر زي كأني بعمل لها منزلقة. يعني فين انا هنا قفلت اهو وهنا شغالة في الجزء اللي انا
بعمل فيه. هخلص كمية كويسة كده بس عشان يبان اللي انا بعمله، وارجع لكم مرة تانية ندقق على طريقة التقفيل. لما بتكون غرزة عدلة بشتغلها الاول، وبعدين باخد اللي قبلها اطلعها من على الابرة. طبعا هي في الاول بس كانت فيها صعوبة شوية، ولكن لما اغلب الغرز نزل من على الابرة بقت المسألة سهلة زي ما انتم شايفين. بروح اخد دي وبعدين بطلعها وبخلي التانية على الابرة. طبعا بما انها غرزة مقلوبة فالابرة بتكون لقدام، اخد الاول غرزتي انفذها، بعدين برجع الخيط لقدام عشان اقدر اتحكم فيه. بروح اخد الغرزة اللي من قبل بطلع بيها اخر غرزة، فوالا كده اكون حررت الابرة بتاعتي. اقص الخيط واسحب الشغل بتاعي، وجاي بالظبط مع الجزء اللي هو كان البداية. زي ما انتم شايفين الايس كاب شوية شبه الاناناسة، ولكن هو في الحقيقة هيكون كده. ترى وزي ما انتم شايفين شكل البليسيه والايس كاب بعد ما فنشت كل حاجة في الايس كاب. بصوا برضو اهو عشان تعرفوا قد ايه كيوت. المقصود ان انا كنت اعمله على البليسيه ده تحديدا عشان اقدر على الجنبين استعمله ويكون شكله حلو. زي ما انتم شايفين شكله كيوت قوي كده، ده مزيج ما بين لونين والبليسيه سادة شكله شيك. وعلى الجانب ده برضو اقدر ان انا اعمل البليسيه بالشكل ده ويطلع شكله حلو كيوت. احط له كرة بونبون لو انا حابة، مش حابة كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. لكم شكله مع كرة البونبون بالنسبة للوجه ده. ترى زي ما انتم شايفين ده شكله مع كرة البونبون. طبعا انا بصراحه مش حابه ان انا احط له كره بونبون، حابه انه يكون ساده كده على الجنبين لان هو منقوش بالزياده، بس يعني هي حريه شخصيه. ممكن تستخدمي كره بونبون غامقه او بنفس لون الخلفيه او بنفس اللون ده، وفي دلوقتي بيحطوا 2 كره بونبون كده بتدي شكل كيوت قوي. ليك الحريه والاختيار في اللي انت حابه تنفذيه كديكور للايس كاب ده، بس شكله كيوت جدا وهو عليه كرة البونبون. زي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي. ولو حبيت اقلبه على الجانب التاني زي ما انتم شايفين قد ايه شكله ظريف وعلى الجنبين، ودي حاجة يعني لذيذة قوي لما يكون عندنا ايس كاب على الجنبين وفي وقت نفسه مش سميك قوي، لان انتم زي ما انتم عارفين الحاجات السميكة قوي على الراس بتبتدي ان هي تبوظ الشعر. احنا قدرنا نعمل حاجة ظريفة جدا وخفيفة في الوقت نفسه، ونقدر نستخدمها على الوجهين. اي وجه انت تحبيه براحتك، الاثنين ينفعوا. وبس خلاص كده نكون خلصنا النهاردة ايس كاب تونسي ودائري وكمان معاه تريكو. اتمنى تكون عجبتكم التجربة وتحبوا تنفذوها. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، او روحوا على التيك توك تابعوا بعض الدروس التعليمية البسيطة هناك تستفيدوا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحاجة جديدة. مع السلامة.